في إطار مشاركتي في المؤتمر الدولي السادس للشباب المسلم بإسطنبول، التقينا مع الأستاذ عبد المنعم السني أمين اتحاد الشباب الوطني السوداني، والذي حدثنا عن المؤتمر قائلا: تركيا دولة محورية بالنسبة لنا في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وبالتالي كل مؤتمر نشترك فيه في تركيا هو فرصة لتبادل التجارب والأفكار. وهذا المؤتمر بالذات هو مؤتمر يضم عدد من العاملين في الهم العام العربي والإسلامي، وبالتالي أنا أتوقع من هذا المؤتمر أن يكون دفعة قوية جدا للشباب الذين يريدون التنمية والتقدم للأمة العربية والإسلامية. وسألنا أمين اتحاد الشباب عن العلاقات التركية السودانية ومدى تقدمها في السنوات الأخيرة، فأكد لنا: تركيا والسودان في العشر سنوات الأخيرة تقدمت في الجانب الاقتصادي، فهنالك شركات كثيرة جدا وكبيرة تعمل داخل السودان في مجال الاستثمار، خاصة مجال الاستثمار في إنشاءات وتعدين الذهب، ونحن نطمح بأن تتقدم العلاقة بين السودان وتركيا حتى تصبح العلاقة علاقة تبادل منافع بيننا وبين تركيا. ثورات الربيع العربي ومدى تأثر السودان بها ومستوى التقدم الديمقراطي في السودان كان من الأسئلة التي طرحناها على الأستاذ عبد المنعم، حيث أجاب: الثورات العربية هذه قامت ضد الثالوث، ضد الظلم والتسلط والقهر وضد الفساد وضد التبعية للغرب من غير تعامل بالندية. أما بالنسبة للظلم والقهر والتسلط والجبروت، فنحن في السودان الآن لدينا ديمقراطية عميقة جدا. الآن مثلا يوجد أكثر من 83 حزب من الأحزاب السياسية لها دورها ولها وسائل الإعلام مختلفة، ونمارس الانتخابات، ولذلك الآن الوضع السياسي في السودان هو وضع ديمقراطي جدا مقارنة نوعا ما بالديمقراطية في أفريقيا والوطن العربي بالتأكيد. أيضا بالنسبة للتسلط الجبروت، نحن ليست لدينا يعني حاكم يحكم باسم أسرته ولا باسم أبنائه هكذا يعني. وسألنا رئيس أمانة الشباب السوداني عن دور أمانة الشباب في السودان لتأهيل الشباب المسلم وتفجير الطاقات بداخله لخدمة المجتمع، فأفادنا بقوله: الشباب تعمل في تدريب وتأهيل الشباب حتى يتم مشاركة الشباب في الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأنا أقول لك الآن السودان لدينا أكثر من 500 شاب عمره أقل من 40 سنة، إما وزير أو عضو في المجلس الوطني في السودان، هذا بفضل التدريب والتأهيل وقدرات الشباب. ومما لا شك فيه أن مثل هذه الندوات الإسلامية وخصوصا الشبابية منها تلعب دورا هاما في عملية التواصل بين الشباب المسلم على مستوى العالم، لكنها تحتاج إلى صياغة رؤية واضحة ومشروعات منبثقة عنها لتوظيف جهود الشباب. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول.